السلام عليكم اخواتي ابناء الوطن العربي الكرام، واهلا بكم في الدرس رقم 8 من كورس SOLIDWORKS. نكمل مع بعض التولز المستخدمة في رسم التو دايمنشن. تمام، اخذنا الست ادوات دول، الست تولز دول اللي هي اللاين والريكتانجل والسلوت والسيركل والارك والبولوجون. في الدرس ده ان شاء الله هناخد الاليبس اللي هو القطعة الناقص. القطع الناقص ايه الفرق ما بينه وما بين السيركل؟ السيركل ليها راديوس واحد، انما الاليبس ليه اتنين راديوس، ليه راديوس الصغير وراديوس الكبير. تعال نشوف الطرق بتاعة رسم الاليبس او ممكن انواع الاليبس. ممكن ارسم اليبس من الاداة التول، ممكن ارسم بيها اليبس، او ممكن ارسم بارشال اليبس جزء من الاليبس، او ممكن ارسم بارابولا، او ممكن ارسم الكونك. تمام، اول حاجه هاخد الاليبس. تمام، هضغط على الاليبس ومحدد السنتر لاين بتاعك، هتحدد البلين بتاعك، ارسم في الفرونت بلين. اول حاجه بتحدد السنتر بتاع الاليبس، ادي الراديوس الاول وادي الراديوس الثاني. كده انا رسمت ليه، رسمت الاليبس. عايز احط له هو باللون ليه، باللون الازرق، وكاتب لي تحت اندر ديفاين. عايز احط له الابعاد بتاعته عشان اخليه فولي ديفاين. ممكن اخلي النقطه دي، احدد النقطه دي، اضغط كنترول مع النقطه دي مع نقطه الاصل، واقول له الاثنين هوريزونتال. عايز الاثنين هوريزونتال، فاذا اتحدد ايه فيرت، اتحدد الاليبس في وضع هوريزونتال. بعد كده هديله سنتر لاين، او اديله الراديوس بتاع القطر الصغير، وليكن اقول له 50، واخلي دوت 120. تمام، كده رسم لي اليبس القطر الصغير بتاعه 50، والقطر الكبير بتاعه 120، والسنتر بتاعه في الاوريجين بوينت. تمام، ممكن ارسم اليبس تاني، ارسم اليبس تاني اهو، ادي السنتر الصغير، ادي الاثنين الراديوس بتوعه. اخد علاقة ما بين ده وده، الاثنين الاليبس دول. لو جيت على الاليبس ده وضغطت عليه كليك شمال وضغطت كنترول، بعد كده ضغطت على الاليبس التاني، ايه العلاقات اللي ما بينهم؟ ممكن يقول لي العلاقات ممكن تعملوا ايه، ممكن تعملوا كوراديل اللي هو الاثنين سنتر بتاعهم على بعض اهو، فاذا الاثنين اتنقلوا على بعض كوراديل، اللي هم ايه بقوا الاثنين متطابقين على بعض. تمام، اعمل كنترول زد، انا مش عايزهم كوراديل، اعمل كنترول زد لانهم اي علاقة تانية، اي علاقة تانية هتبقى لو جيت عملت تانجنت بيمسوا بعض. تمام، طب لو جيت عملت كونسنتريك، كونسنتريك اللي هما الاثنين ايه، لازم اشيل تانجنت الاول اوفر ديفايند، كونسنتريك اللي هما الاثنين ايه، الاثنين سنتر لاين بتاعهم على بعض. طيب كوراديان بقول الاثنين ايه منطبقين، اشيل كوراديان. تمام، اعمل اوكي، ارجع كنترول زد، اخليهم الاثنين ايه، اخلي ده وده، اقول له الاثنين دول اخليهم ايه هوريزونتال لاين، وممكن اشيل هوريزونتال المره دي واخليه فيرتيكال لاين. تمام، بعد كده هتحدد الاثنين سنتر لاين بتوع، ممكن اخلي النقطه دي والنقطه دي اعملهم ميرجت. تمام، بعد كده مثلا اخلي المسافة بين ده اهو السمارت دايمنشن، اقول له البعد الكبير بتاعه، انا كده عرفت البعد الصغير بتاعه كان 120، اللي هو القطر الصغير بتاعه 120، اخلي القطر الكبير وليكن 200. تمام كده عملت ليه، عملت اليبس فيرتيكال. تمام، واليبس هوريزونتال. بعد كده تاني اوبشن، تاني اوبشن معايا بيقول لي اللي انت ممكن ترسم بارشال اليبس، بارشال اليبس اللي هو جزء من الاليبس مش اليبس كامل. تعال نشوف بيترسم ازاي، هتضغط عليه. تمام، ادي اول حاجة بتحدد نقطة السنتر بتاع الاليبس، بعد كده تفتح الريدياس الصغير او الريدياس الكبير الاول،
بعد كده الراديوس الصغير، اول ما تضغط على الراديوس الصغير هيحدد لك نقطة بداية البرشة الاليبس معايا، برشة الاليبس اللي هو جزء من الاليبس، ادي نقطة البداية اهي، هم حدد تفضل انت ماشي، اول ما تمشي هو بيجيب لك بيشوف انت عايز ايه، عايز اليبس قد ايه، تمام، اليبس قد ايه، ادي نقطة البداية، بيقول لك حدد لي بقى نقطة النهاية، عايز لحد هنا لحد هنا او لكن مثلا لحد هنا، ادي كده انا رسمت ايه جزء من الاليبس اهو، اقدر ان انا انقله في اي مكان لانه هو ايه اندر ديفاين. كده انا رسمت جزء من الاليبس اهو، تقدر تفتحه او تقدر تصغره وتقدر تكبره براحتك خالص، طول ما هو ايه طول ما هو اندر ديفايند، اول ما يبقى فولي ديفايند خلاص ما تقدرش تتحكم فيه خالص، تمام. عادي خلاص احنا هنعرف نعمل له الابعاد بتاعته، اللي انت تحط له البعد الاول والبعد الاكبر والبعد الاصغر، وتحدد نقطة البداية ونقطة النهاية بتوع البارشال اليبس. بعد كده اقدر ارسم من الطول بتاعة الاليبس، اقدر ارسم بارابولا، بارابولا اللي هو القطع المكافح، ادي السنتر بتاع البارابولا، ادي المسافة بينها وبين الرأس، وبتحدد بداية البارابولا فين اهي، وتمشي وتجيب نهاية البارابولا، تمام. ايه عامل نقط ايه زي القوس، بس انت بترسم ايه بارابولا. بعد كده اقدر ارسم كونيك، تمام، الكونيك اللي هو الايه اللي هو اللي هو المخروط، شكل المخروط، ادي نقطة السنتر بتاعه، بعد كده بتطلع طول الضلع بتاعه، وتفتح اللي هي نقطة البداية ونقطة النهاية، بعد كده بتفتح ليه بتفتح طول الكونيك بتاعك اهو، ثواني اختار كونيك، ادي نقطة البداية وادي نقطة النهاية، بعد كده انا بفتح اهو، وادي بحدد السنتر بتاع الرأس، بعد كده الاوفسيت بتاع الكونيك اهو، رسمت كونيك، تمام. دي اداة الاليبس او التول بتاعة الاليبس، جربوا الحاجات دي كلها على البرنامج عندكم واتدربوا عليها كويس. إن شاء الله نكمل مع بعض الدرس القادم. شكرا لكم، والسلام عليكم.